أكيد معنا وصلتنا بعض الصور وراح نشوفهن. بس خالد يعني بعد خروج الفريق طبعا بعثتوا برسالة احتجاج رسمية للاتحاد وكأنكم ألقيتم باللائمة تماما على إضاءة الملعب وعدم وضوح الرؤية. حدثنا عن اللي حصل في الشوط الإضافي الأول والثاني وركلات الترجيح مثل ما ذكر فهد قبل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي على الجماعة اللي معي في الاستوديو وكذلك على الإخوة المشاهدين. بداية عندي تعقيب أو إضافة حول موضوع الجائزة المالية ورفع قيمتها. طبعا الجائزة المالية التي رفعت أعتقد أن الأندية تستحق هذا الجانب، لأنها أيضا تنافس على كأس غالي مسابقة أغلى الكوس، كأس مولاي حضرة صاحب الجلالة، وأيضا الدافع المالي اللي هو 50,000 تشجع الأندية لتقديم عطاء أفضل، لأن تعاقدات اليوم الأندية أصبحت يعني كثيرة جدا، لأنها حقيقة تحتاج إلى موازنات مالية. نعم. فرفع قيمة الجائزة المالية أعتقد إثارة ودافعية أكثر. بالنسبة لما حصل في مباراة الخابورة، طبعا خروجنا كان يعني لنا مفاجأة، لأن كان استعدادنا جيد ومبكر، من أوائل الأندية اللي استعدت على مستوى السلطنة، كانت تعاقداتنا متميزة على مستوى اللاعبين، تجديد اللاعبين ذوي الخبرة وذوي الكفاءة من اللي كانوا معنا الموسم الماضي والمواسم الماضية. لكن لعبنا مباراة ديربي، وكما يعرف الجميع مباراة الديربي لا تخضع لمقاييس معينه، الجانب الفني. نعم. والجانب هذه عموما اللقطات نشوفها من الملعب ومن. نعم. الاضاءه. ونوجه شكر للزميل حميد البلوش على ايضا تزويده لنا بهذه الصور. تفضل خالد. نعم، طبعا بدات المباراه في الساعه 53 دقيقه، تاخرت. نعم. المباراه كانت تفترض انها تبدا حسب رساله الاتحاد والجدول المرفق. نعم. في الساعه 43 دقيقة. وبدات في الساعه 53 دقيقه، تاخرت 10 دقائق. نعم. دون أي لوم على أحد من الفريقين المتبارين، سواء كانت الخابورة أو سواء كان صاحب، أنهم كانوا جاهزين بوقت كافي قبل انطلاق الصافرة. ليش ما بديتوا 43؟ هذا السؤال يعني يمكن يوجه لحكم المباراة. احنا قبل شوية لقطة يعني. الحكم يصلح الشبك ممكن تكون أيضا من الأسباب هذه اللقطة. نعم. يعني ربما هي ساهمت يعني في تأخير 5 دقائق على الأقل. نعم. يعني. هذه طبعا اللقطة من صلاحية الـ 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 نعم. الحكم أن يرى جاهزية الملاعب. قبل يعني. طبعا تكون. نعم. طيب. بدأت المباراة في هذا الوقت واستمرت سجال بين الفريقين. نعم صاحب لم يقدم الشوط الأول المستوى المطلوب. هذا اللقطة ظلام يعني، يمكن هذا بوعد لما تقول لي الحكام مع بعض ضربات ترجيح. هذه الحكام مع مراقب الحكام أيضا، هذه. نعم. الصورة توضح. نعم هذه مع بداية ضربات. نعم. ترجيح لا على هالإنارة، على هذا الإنارة، على هالإنارة. معقولة؟ ترى هو واضح الحكام يعني لابسين ملابس فسفورية عشان فسفورية. طيب الأخ خالد، من الشوط الإضافي الأول حدثني أنت خالد، من الشوط الأول الإضافي الأول شو اللي صار؟ نحن اعترضنا الشوط الإضافي الأول. نعم أنا. نعم. شخصيا اعترضت مرتين، وهنا اعترضت مرتين على حكم المباراة، الحكم. نعم. الرابع. يا حكم هذه النار غير جيدة وغير صالحة للعب. نعم. فقال لي الحكم يشوف، رجعت له المرة الثانية وقال لي الحكم يشوف، حتى يعني أنا أذكر لك تعليق يعني، فأقول له أنا ألبس نظارة تقربي الأشياء البعيدة تجيبهن جنبي، أنا لا أستطيع الرؤية بهذه الوضوح. نعم. بعد ذلك قام رئيس النادي الشيخ خميس البادي وجلس مع وقف أمام الحكم الرابع وكلمه بحضور 3 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. نعم. فراح وشاور المساعدين ماله وش اللي قالهم الله أعلم، قال تستمر المباراة. كابتن الفريق داخل الملعب يعترض، بعد نهاية الشوط الإضافي الثاني كابتن الفريق يعترض على إقامة المباراة، وحكم المباراة مصر على أن المباراة تلعب. نعم. لماذا مصر حكم المباراة على أن المباراة تلعب؟ لا أعرف السبب حقيقة. تأخير المباراة، المباراة تبدأ الساعة 43 دقيقة، لابد أنك تحسب للمباراة مثل ما قال كابتن فهد. نعم. أن لن يحسمها صحم ولن يحسمها الخابورة، لابد تحسب لها ما يقارب 3 ساعات، لأن رايح تنتهي بركلات الجزاء ل 11 من كل فريقين. نعم. فإذا كانت المباراة تبدأ في الساعة 4 إلا ثلث، وأنا أضيف لها 3 ساعات، تنتهي في الساعة 7 إلا ثلث، وأذان المغرب الساعة 6، الأربعين دقيقة هذه في أي وقت تلعب؟ هذا بدون الوقت الضايع المحتسب، الوقت بدل الضايع المحتسب في كل شوط. نعم. إذا لو حسبنا الوقت بدل الضايع في كل شوط، متى رايحة تنتهي المباراة؟ الحكم يرى هل اللي موجود داخل الملعب هو الحكم فقط يستطيع أن يرى؟ ألا يحتاج مدرب ليقيم وضعه؟ ألا يحتاج لاعبين حتى يروا؟ المحكم في ضوء النهار وفي الإنارة كاملة أحيانا لا يستطيع أن يقيم بعض الأشياء، يكون عندها فوات وتكون عندها طبعاً. أخطاء. نعم. وتكون هناك مشاحنات بين اللاعبين، فإذا حل الظلام كيف يستطيع أن شو اسمه الحكم يقول أن أنا قدرت أميز بين ألوان اللاعبين بين ألوان القمصان؟ هل الحكم جالس يحكم على أساس أنه يرى قمصان اللاعبين؟ الحكم رد عليكم كذا؟
بهاي الطريقة رد عليكم؟ رد الحكم. طيب ناصر شو تعليقك على اللي سمعته من خالد وأيضا من فهد اللي حضروا المباراة ومن اللقطات اللي شفناها قبل شوي؟ قرار حكم المباراة وفق لائحة. قرار حكم المباراة. قرار حكم المباراة وفق لائحة ولائحة المسابقات واضحة. وأنا أشكر أولاً أشكر أول شر أشكر أشكر أولاً نادي صحب أنه تصرف بحكمة. يعني نحن عندنا واقع العام الماضي لما نادي صور احتج على الإضاءة في مباراة مجيس. نعم. وتم إيه قبل ثلاث مواسم. قبل ثلاث مواسم ونعرف إيش اللي صار. اللي صار لصور الإخوان في صحب استمروا في تكملة المباراة لأنهم لو انسحبوا من المباراة أو ما كملوا المباراة حتكون عواقبها كبيرة وفق اللائحة. حكم المباراة عنده صلاحية إدارة المباراة إقامة المباراة يحدد هذا الملعب صالح أن تلعب عليه المباراة أم لا. إقامة المباراة وليس استكمال المباراة. لا وليس استكمال المباراة. حلو. لأن المادة 73 من لائحة المسابقات. إيش الفرق؟ لا في فرق. المادة 73 المادة 71 المادة 71 للحكم وحده من دون غيره أن يقرر صلاحية الملعب من عدمه لإقامة المباراة. الإقامة صلاحية الملعب. نعم. ولا يجوز لأي من الفريقين المتبارين الاعتراض على عدم صلاحية الملعب طالما أقرها الحكم. هنا فريقين لم يعترضوا على إقامة المباراة ظهرا بناء على توصيات اتحاد كرة القدم. لكن المادة 74 أيضا تقول لك إذا لم تسمح إضاءة الملعب بإقامة المباراة أو بالاستمرار فيها فعلى الحكم إنهائها ورفع تقرير مسبب بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب في شأن المباراة أو نتيجة. على حسب إذا لم يرى أنت الحكم يعني في هذا الحالة أيضا راجع لرأي الحكم. أحسن. يرى الحكم. إذا يعني لم أيوة هنا يرى يعني. إذا لم تسمح إضاءة الملعب. يرى استمراريته. إذا لم تسمح إضاءة بإقامة المباراة. هذا أيضا راجع للحكم نفسه. طبعا. أحسن. إذا لم تسمح إضاءة الملعب بإقامة المباراة أو الاستمرار فيها فعلى الحكم إنهائها ورفع تقرير مسبب بذلك. إذا الحكم شافها تصلح. هو اللي حصل كذا اللي حصل في هذه المباراة أنه الحكم ماذا ما قال لك لا تلغى طيب المباراة كيف لحظة يا رشيد هذا شيء راجع الحكم أوكي. يعني المادة لا راجع لا الحكم لا واضحة مدامني مراقب المباراة رأى بأن الإضاءة غير صالحة مراقب المباراة المراقب الفني المراقب الإداري هذا المفروض بدايته أول شيء هو اللي قرر الحكم نحن بترجع المادة خاصة بالحكم 74 خاصة بالحكم المادة اللي قريتها الآن خاصة بالحكم المادة 74 نعم إذا لم تسمح والمادة 71 خاصة بالحكم بالحكم نفس الشيء إذا بالتالي صاحب القرار الأول والأخير هو الحكم الحكم صحيح طيب سليمان لجنة المسابقات لم يعني أقرت المباراة تقام عصرا على اعتبار أنه ما في إضاءة طيب ليش بعد كذا الحكم يعني هل يجوز للحكم أنه يلعب وسط الإضاءة اللي أصلا لجنة المسابقات والاتحاد ما اعتمدها مرة ثانية مثل ما قال كابتن رشيد الحكم على حسب المادة رقم 74 و 71 هو أول شيء بيدخل بيشيك فشاف أنه كل شيء جيد إذن أنا ممكن أقيم المباراة تم البدء في المباراة جاء الوقت اللي هو الآن كل الإشكالية حصلت عليه يرى الحكم من وجهة نظره وحتى يعني إحنا يعني أبو فهد عطانا بعض الأوراق وطلعنا عليه وهي أوراق رسمية بصراحة واضح جدا انه كان في اتفاق بين الحكام كلهم جميعا نعم مع حتى مراقب المباراه مع احترامي انه المباراه تكمل اذا هنا كل المساله من الناحيه القانونيه هي ما في اي مخالفه قانونيه تو الان تقدير نادي صحم او تقدير الاطراف الاخرى او حتى الاعلام او اي شيء هذا جانب اخر لكن السؤال الاهم من ذلك هو الاخ خالد قال شغله وانا اريد استوضحها هو قال انه كابتن الفريق اعترض نعم هل كابتن الفريق طالب اللاعبين أنه فعلاً يتوقفون عن اللعب لتكملة المباراة لأنه فيه هناك إذا كان في اعتراض معناته فيه توقف عن اللعب وفيه 15 دقيقة تقريباً على حسب القانون الكل بينتظر وبيشوفون في النهاية وين ممكن نصل يعني بهذه المباراة هذا واحد يقول سليمان تصرف آخر يعني لا بقول لك إيش الإشكالية الإشكالية الاعتراض على قرارات لا 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 في شغلة أنت الحين بتتكلم وهي وإيش مهمات الكابتن الفريق من مهماته إنه هو في النهاية